أصدقائي وكيفكم؟ أنا زينة من قناة سيامة 2009 سهوم 14. متنسوا تشتركوا بالقناة. هنلعب بعالم أبو ثلاث قلوب. أوكي، أول ما دخلنا جميل، الجو جميل والطقس كرويين بسرعة. أول مرة بدخل على اللعبة بيطلع لي كرويين قدامي دغري. وشكم عليه كتير حلو. هاي القلعة أول مرة بشوفها، إنه أنا بدخل ممكن مرة بالأسبوع عليها، بضل أدور على كرويين ما بلاقي. لاحظكم فورتيك علي. ماي جاد، بديش نط. أوكي حننزل. كان عنوان الفيديو المفروض نلاقي كرويين، لكن اتغير. هنعيش مع الكرويين يوم كامل أو نص يوم كامل. انا في مكان هون ضل بحبه، هو الحداد الجميل اللي بيكون في عنده صندوق في حاجات كتير حلوة جميلة. مرات ما بلاقيهوش، مرات بلاقيه. يلا وينك يا جماله؟ خلينا ندور على خرفان عشان ننام. نقولكم تصبح على خير بعد شوي. او احنا بس كان عنوان الفيديو المفروض نلاقي كرويين. يلا وشكم كتير حلو علي، كتير احلى من كتير حاجات. لان خرفان دغري اول مرة بحياتي كلها يطلع لي اللي بدي اياه دغري قدامي. بالعادة ما بيطلع لي الشيء ابدا قدامي دغري، لازم استنى 24 ساعة 50 سنة عشان يطلع لي اي شيء قدامي. اوه هذا الخروف، ابن الخروف. تعي يا خروفي، يا خروفي. اوه قرب العيد، عيد الخروف بنعد عليكم. خروفي يا خروفي اللي ما اللي في صوف ابيض ما عرفش كيفيه. لا ما انا الحظ متاعي فتاكة تاعي. وانصفي ياللي بيسمع كلمة مش مهم. خلينا نكمل. من بعد خروف، هاي يور ماي، انت لإلي او شو يقولوا، يو از مي. شو بتتابعوا انتو اي القناة فتحت جديد؟ وعندي قناة تاني اسمها زينب، زينب رسوم، زينب زينب 13. ايه تقولي ليش اسم كبير؟ والله ما بعرف، بكتب زينب، كتب سمينة زينب زينب 13. وين راحت وين راحت وين راحت القرويين؟ الله، كتب سمينة زينب زينب 13، بيطلع لي دائما مسلسل زينب او هيك فيلم زينب بعرفش، او يطلع لي اغاني تاع اطفال صغار. صرت بسميها رسوم زينب زينب، هيك بتطلع لي دغري عشان هذا الاسم مفيش حدا مسميه غيري. وبس نحن لقينا قرويين ولقينا اللي كان بدنا اياه اصلا يكون اسمه للفيديو. ليه ما نكمل الفيديو؟ حنقولكم وخلصنا الفيديو. سلام عليكم وباي باي والى اللقاء. هاي ده قروي فشل. هلا ما ندور ونلاقي على شو اسمه الحديد. وين هذا الحداد؟ مش عارفه وينه، لكن ما بعرف. هسألكم سؤال تكتبوه بالكومنتات، شو اكتر لون بتحبوه؟ اكتبوا لي اي العاب بدكم يعني العبها كمان، لانه انا بلعب اي العاب عادي. ندخل على واحد من البيوت، حنعمله بيت لنا ونزينه ويكون حي قصة الفيديو. حنزين البيت بسرير وجمال وروعة. ما حنبني بيت انه مش خلق، وانتو اصلا بدكم مش خلق. لقينا، او ماي جاد، لقينا 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 لقينا. احتاج لهذا. يلا يلا يلا، تعال يا جماله. لا هاي اصلا هي فكرة الفيديو، انه نلاقي هذا البيت الجميل اللي فيه صندوق دائما هون محطوط. لقينا سيف نص درع، اوه لقينا حليب شوي، مش عارفة باذنجان يمكن فيها منه ستي، وتفاح ونفس الشي باذنجان وفيها ستي، وها سيف ولقيناه
تحفة. أول مرة يتوفق معاي شيء، لقيت قرابين دخلي أول ما يفتح الفيديو، وخلينا نلبسه، خلينا نلبسه لك. أوكي، راح نعيش جميعا بمنزل جميل ورائع وتحفة. اول شي حنعمل السرير، وحنقولكم الى اللقاء، وحنسكر الواحد، وبالفيديو الجاي حنكمل صنع البيت، لانه البنات قريب ينقطع عندي، وبدي اعمل له مونتاج ولا مش مهم، اصلا انا بعملوش مونتاج، اللي بيعملوا مونتاج بدهم يحطوا حاجات دغري. انا هيك حافتح الفيديو واقول لكم السلام عليكم، كيفكم؟ وين راحوا؟ وين وينو؟ انا اختفى. هي وهي قناتي، اذا عجبتكم لا تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب، اشتركوا فيها. واول شيء راح نبني السرير وندخل جوات البيت، ونقولكم الى اللقاء بسرعة بسرعة قبل ما يقطع النت، عشان ابعتوا دغري على التليفون الثاني، تليفون ثاني المنتجو وبعرف شو بيعملوا بيقولوا عليها هاي. وبنزلوا، حنختار بيت فورتيكا بنص الفورتكس بفرتوكوكس. هذا البيت حلو كتير، بندخل عليه. لا هذا مش بيت، اخ نروح دغري على بيت. كان صار مدته هذا الواحد مش عارفة، لكن راح ننزله ونقولكم. ممكن يكون على جزئين هذا الفيديو. هذا اوكي، هذا حيكون لنا. اوكي هذا حيكون لنا. اوكي هذا حيكون لنا. اول شيء حنبني شو اسمه، حنبني ونحطه هون، نعمل واحد و شكشطح. خلصنا، وحناكل تفاح ونقولكم فيديو اليوم خلص. واشتركوا بالقناة ولا تنسوا تحطوا لايك وتشير وشانسكرايب، متعرفوش كيف لطفي مش مهم، وباي.